الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. المحبة تكون لكل أوامر الشرع، لابد أن تحب. قال: تحب الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أحد أن يكون تكون محبته مثل محبة الله، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ولابد تحب كل ما جاء في الكتاب والسنة، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فقال: لو أبغض شيء، وشيء يشمل قليل أو كثير، مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولو عمل به، يقول كفر، نسأل الله السلام العافية. مثاله: كان يبغض الصلاة ويصلي، قال هذا كافر، لأنه كره شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، تعيد الخامس. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. نعم، نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل بقية النواقض.